كانت الوداد طالت الماتش بالام وبالاب، ما كفاهمش بلطجتهم بيضربوهم بعزايز المي. دي كوره، دي كوره يا اتحاد افريقي، دي رياضه يا اتحاد افريقي. لعبت الوداد المغربي تنضرب في ارض الملعب، دي مش حرب يا فندم، دي رياضه يا فندم، دي رياضه، دي بلطجه من جمهور النادي الاهلي، دي بلطجه ان يضربوا لعيبه الوداد المغربي في الملعب، دي مش رياضه، دي مش رياضه، دي بلطجه. لعيبه الوداد المغربي عملت ايه؟ كل ده عشان سجلوا جون؟ كل ده عشان لعيبه رجاله وبيلعبوا بشرف؟ كل ده عشان لعيبه عاوزين ياخدوا بطوله بشرف ينضربوا في الملعب ويتشتموا بالام وبالاب؟ انا عاوز الناس تتفرج وتشيروا الفيديو ده عشان خاطر الاتحاد الافريقي يشوف بلطجه جمهور النادي الاهلي. دي مش رياضه، دي بلطجه، دي اسمها بلطجه. لعيبه النادي الاهلي بيبلطجوا على لعيبه الوداد المغربي في الملعب، اقسم بالله.